نحن الآن أمام مسؤوليات عظيمة، نحتاج أن نبين للشعب الكويتي كافة بأن نحن على قدر من المسؤولية، على قدر من الثقة اللي يقولون إياها. نعم سنتعاون مع مجلس وزراء إذا كان ذو كفاءة وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، ولن نتهاون مع الوزراء الذين يقصرون في أداء مسؤولياتهم. صراحة هو شعور جميل أن الإنسان يمثل الشعب الكويتي، يمثل الأمة، يعني يحس في على أن المسؤولية عليه كبيرة جدا في هذا الأمر. ما هو داخلها فرجة ولا داخلها سياحة، وإنما يتحسس المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه. نحن نبي نمد يد التعاون، نبي نبني هذه البلد مع المختلفين قبل المتوافقين. أمور الاختلافية خلونا نأجلها، نبلش بما هو سريع ومتفق عليه وحلوله واضحة وسهلة. نبي وزراء يفكرون يعني بطريقة مختلفة خارج الصندوق، ما نبي الأمور التقليدية. احنا في وضع غير تقليدي، احنا في بلد ما صار لها 70 سنة من بلشت الحياة الديمقراطية، ولكنها هرمت بسرعة، هرمت وأصبحت دولة قديمة. يجب على الحكومة أن تقرأ جيدا نتائج الانتخابات الماضية، نتائج الانتخابات اللي يعني في مرسوم الحل دعا الناخبين إلى استشعار المسؤولية واختيار ممثليه. اختار الشعب الكويتي اليوم ممثليه وشارك بفاعلية أكثر من أي انتخابات ماضية، فيجب أن تعي السلطة والحكومة هذه الرسالة حقيقة.